السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضروا معكم مايونيز بالنكهه ديال الثومه وبالنكهه ديال القزبر ومعدنوس. غادي نحتاجو جوج بيضات كيف كتشوفوا، وغادي نحتاجو معلقه ديال لاموطارد او الخردل، وكيف ذكرت سابقا جبيضات، رشة فلفل أسود، عندي ملعقة خل، عندي ملح، وكذلك عندي زيت نباتي. غادي نخلط، غادي ناخد عفوا الخلاط الكهربائي، غادي ندير فيه جوج بيضات يعني كاملين بالصفر ديالهم بالبيض ديالهم. غادي نزيد عليهم شويه ديال الملحه، الملح على حساب كل واحد والذوق ديالو، هي غالبا كتكون راس معلقه صغيره ديال الملحه. عندي رشه فلفل اسود، كذلك عندي معلقة كبيرة ديال الخل اللي ممكن تعوضوها بعصير الحامض او لا بالخل الابيض. عندي معلقة صغيرة ديال الخردل او لا لاموطارد، عندي كذلك فص ديال الثوم او لا ضريس ديال الثومه، عندي معلقه ديال القزبر ومعدنوس مخلطين. غادي نطرب الكل او لا غادي نخلط الكل حتى يطربوا ليا مزيان. وغادي نبقى نزيد الزيت شويه بشويه، غالبا كيدي لينا كاس كبير ديال الزيت. ملي كنبدا نحط الزيت كندير واحد الخط رقيق بزاف كيف كتشوفوا معايا في الصوره، حتى كيتقال لينا هذا المايونيز ديالنا. كيف كتشوفوا ها هو لا تيكستور ديالو، كتجي على هذا الشكل. صافي دابا غادي نحبس من الزيت ومن التخلاط. كيف كتشوفوا البنات كيجينا على هذا الشكل، هذا كيجي داير بحال كريمه عاقد، واللوغو ديالو زوين بزاف. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنساوش بارطاجيو مع اصحابكم وحبابكم، ونتلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله. مع السلامه.